أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد عدد من الشركات الروسية. وأشارت مصادر أمريكية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذت سلسلة من الإجراءات التي تستهدف النخب الروسية، بما في ذلك العديد من كثيرين من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوضح بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن الحزمة الجديدة من العقوبات استهدفت شركات كبرى لإنتاج الصلب واثنتين من الشركات التابعة لها، وكذلك مؤسسة مالية متهمة بإدارة عملية تهرب من العقوبات علاوة على مديرها العام. قال وزراء خارجية دول مجموعة السبعة إن المجموعة تقوم بدراسة جميع الخيارات الممكنة لمنع روسيا من الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة. وأضاف الوزراء في بيان أصدرته بريطانيا أنهم يقومون بدراسة فرض حظر شامل على جميع الخدمات التي تمكن من نقل النفط الخام الروسي بحرا والمنتجات البترولية على مستوى العالم، ما لم يتم شراء النفط بسعر يتم الاتفاق عليه بالتشاور مع الشركاء الدوليين أو بأقل منه. وتسارع الدول الأعضاء إلى إيجاد طرق لسد النقص في الطاقة والتصدي لارتفاع الأسعار مع الالتزام بتعهداتها المناخية وسط مواجهة مع روسيا بعد الأزمة الأوكرانية. أعلنت مجموعة ألمانية متخصصة بإحصاءات الصناعة أن استهلاك الطاقة في ألمانيا هبط إلى 3.5% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022. وأرجعت المجموعة خفض الاستهلاك في أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب تباطؤ الاقتصاد وارتفاع الأسعار واعتدال الأحوال الجوية. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في عام 2022 إلى 1.2% من 2.1% في إبريل الماضي.